السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هيا الجزائر مستمره في الحماق ديالها، والخبر اللي وصلنا اليوم هو انه اعلنت وزاره الخارجيه الجزائريه يوم الخميس اعاده العمل الفوري بالاجراء الخاص بضروره حصول جميع المواطنين الاجانب الحاملين جوازات سفر مغربيه على تاشيره الدخول الى التراب الوطني الجزائري، بمعنى انه الجزائر كتفرض على المغاربه الفيزا، وقالت هنا الاجانب الحاملين جواز سفر مغربيه. مهم يكون عندك جواز سفر مغربي، فانت خصك دير التاشيره، ما تدخلوش ما تذكروش رعايا مواطنين او مغاربه او مواطنين مغاربه، جوازات سفر مغربيه، من انه اشارات للمسائل كثيره وغادي نشوفوها. وبيان ديال وزارة الخارجية كيقول على انه باش يحاولوا يبرروا هذه العمليه على ان النظام المغربي اساء استغلال غياب التاشيره بين البلدين، وانخرط وللاسف الشديد في افعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبامنها الوطني. الله اكبر. واضاف البيان ديال وزاره الخارجيه الجزائريه اللي كنسميها انا وزاره العداوه الجزائريه، كتقول النظام المغربي قام على نطاق واسع بتشكيل شبكات متعدده للجريمه المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس ونشر عناصر استخبارات الصهيونية من حملة الجوازات المغربية تدخل بكل حرية إلى التراب الوطني. إن هادشي اللي باغيين هما وهادشي اللي فاقسوا وكيفاقعوا، أنهم خصهم يربطوا دائما مع إسرائيل، ومن جينا نهضروا على الصهاينة هم الصهاينة الكبار. بنو صهيون، بنو كذبون. وشدد بيان الوزارة على أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد يعني الجزائر، وتفترض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، يعني السيارة ما كاينش. وأكدت الخارجية أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر. الله يودي الناس عارفين كل شيء بأنكم انتم اللي عدوانيين وتكونوا العداء وانتم تتحملوا المسؤولية، وغادي نجيو هذه القضية هذه. وخلص البيان إلى أن الجزائر التزمت بقيم تضامن، الله أكبر، الله ينعم اللي يحشم، بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، فتفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. علام كتكذبوا علام؟ قالوا الصوت على اللي ما عنده نيف. مشاهدي الكرام، إلى تذكروا مؤخرا كان عنات الجزائر على أنه فككت واحد الشبكة ديال التجسس فيها مغاربة وفيها كذلك جزائريين. لما حللت أنا هذا الحدث قلت على أنه هذه طبعا إعادة يعني من النظام الجزائري، ولكن هذا الشيء اللي قاعد تقوله ستليه قرارات أخرى، يعني غادي تجي موراه قرارات أخرى، بمعنى الجزائر معولة على حوايج أخرين وراها كتمهد. هي دائما كتقلب السبة، هي يعني ماذا بها دير بزاف د الحوايج. لو كان صابت تقطع العلاقة ديال الجزائر مع أي شيء سميتو مغربي، أي شيء سميتو مغربي، أي حاجة مغربية تقطع، ولكن ما قدراش، وكتعرف بأنه غادي تورط يعني غادي تفضح، ولهذا كتجي دقة دقة وكدير السبة وكتقلب الذرائع، وكل مرة كتجيب حاجة باش تبين بان المغرب راه ما توقفش عند هادي، ما توقفش عند هادي، راه مازال زايد هادي وهادي وهادي وهادي. اذا هادي شحال لنا، وانا بالنسبه ليا كنضحك لما الجزائر دير هكا، كنحس داخل واحد الفرحه كبيره، واحد النشوه كبيره، واحد الارتياح. ياك ما حسبكم راكم تفقعونا ولا شي حاجه، حنا اللي فارشينكم وعايقين بكم عارفين علاش.
اولا كتاكدوا كلامنا، كلامنا اللي كنقولوه عليكم، وخاصه السكان الجهه الشرقيه في المغرب اللي عارفينكم مليح وعارفينكم مزيان، اللي كتاكدوا انه كلامنا اللي كنقولوه بانكم حقودين، بانكم عندكم واحد الدرجه ديال الصهيانه كما كايناش في العالم. ثانيا مزيان هادشي اللي كديروه باش واحد مجموعه من المغاربه يردوا البال ويفيقوا ويعيقوا، وكذلك واحد مجموعه من الاصدقاء والاشقاء والحلفاء والشركاء يعرفونها من حشر الله في جوار كما قال المغفور له الحسد. إذن وكان نقول لكم راه ما غادي تديو غير البرد، والحلقه راه ما كملتش فعلا ما غديو حتى حاجه. ومن بعد هانتم درت التاشيره، انا كنبقى نتاسف غير الناس اللي العائلات اللي عندهم عائلات هنا، سواء جزائريين عندهم عائلات في المغرب، سواء المغاربه عندهم عائلات في الجزائر ويضطروا انهم يمشيو، او عندهم اعمال او شي حاجه بحال هكا واضطروا يمشيو واضطروا كذا وهذه وهذه، وتقولوا بان الجزائر التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الانسانيه والعائليه. فوقاش فوقاش قولوا لنا غير فوقاش في التاريخ العلاقات الجزائريه المغربيه انها جزائر ذات هدف، دائما كتهرس قيم التضامن، ما عندهاش قيم التضامن، عندها قيم انها تستغل المغرب، ودائما كتستنجد بالمغرب والمغاربه وكتجيب لهم المشاكل ويبقى هما عايشين في المشاكل. التاريخ وعمر ما دات شي حاجه للتضامن ولا شي حاجه اللي كتحافظ على الروابط الانسانيه والعائليه. هذاك الطرد ديال 350 الف واحد في ديك المسيره كحله، هذيك هي الحفاظ على الروابط الانسانيه والعائليه اللي كتجمع الشقيقين الجزائري والمغربي؟ وانتم كتعرفوا العلاقه ديال الشقيقين الجزائري والمغربي، وانتم كتعرفوا الشعب يعني الشعب المغربي الشقيق، غير كتحاولوا ما امكن انكم تفرقوا ما بين الشعب والملك. ومع الاسف عارفين انتم العلاقه المتينه ما بين الملك والشعب، عارفين كتحاول ما امكن وحالتكم ميؤوسه، كتحاول ما امكن انكم تشوفوا ربما تصيدوا شي حاجه من هالشي هذا، وتقولوا بانه ان الجزائر كتحافظ على الروابط الانسانيه والعائليه، وانتم قطعتوا العلاقات وبلعتوا الحدود، وكاين فاعلين او فعاليات مغربيه وجزائريه داروا ملتمس او داروا طلب او داروا نداء لفتح معبر عائلي، معبر انساني، عفوا معبر انساني، معبر انساني بري ما بين المغرب والجزائر باش تنقلوا العائلات. ثم بلعتوا كل شيء، بلعتوا الحدود، قطعتوا العلاقات، وقطعتوا الاجواء على الطيران المغربي. شنو باقي لكم؟ شنو باقي؟ وهي كل حاجة تقربكم إلى المغرب كتحيدوها، هي حتى في اللقاءات الرياضية لا ما كاينش، وحتى باش تقولوا بأنه المغرب انتصر ما كتقولوهاش، وهي غادي تكون كأس إفريقيا غادي تنظم بالمغرب في عيون الصحراء المغربية، وأنتم عبرتوا بأنكم غتنسحبوا ما غاديش تشاركوا، لأنه ما قادرينش على أنكم تجي وتلعبوا بروح رياضية مادام أنكم كتقولوا المشكل ما بين المغرب ومتزقات البوليساريو، وخليه، وكتقولوا بأنه المشكل كان في الأمم المتحدة، وخليه في الأمم المتحدة، وأنتم مستغلين وجودكم في مجلس الأمن، وعضوية ديال مجلس الأمن باش تضربوا المغرب في صحرائه وفي حقوقه وفي أمنه وفي استقراره. إذن اش من الأخوة هذه؟ واش من هنا باش كنقول خوتي المغاربة، الناس اللي مازال ما مصدقوش هضروا ما فيهم ثقه، ما كاين ثقه في عتقه. وهنا غادي نوجه كلامي بشكل خاص السي القجا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللي هذه المره تعاقدوا مع جزائري في مهمه تدريبيه. الله يا ودي يا قلت المغاربه بقاتنا غير جزائري صافي، ك
كملتها وفضيتها. ما كاينش اخوان مثلا توانسه او اخوان مصريين او فعاليات اخرى، ما كاينش. والحمد لله كاين فعاليات مغربيه اللي كنفتخروا بهم، جبنا جزائري. انا كنتمنى السي فوز القجع يتراجع، خليك محترم والناس كيحترموك وكيقدروك بين العمل اللي درتو في كره القدم المغربيه على عده مستويات. الناس هزين الفوق، لانك تستاهل ديك المرتبه. اذا ما تطيحش وما تطيحش وما تخليش بحال هاد الكراغي يطيحوك، واخا يكون هذا معلم وهو الملك ديال الكره، ما عندنا ما نديرو به، ما عندنا ما نديرو به. واتمنى انه سيقجع يرجع، قجع يرجع للصوت ديال الحكمه ويفقد الارتباط مع الجزائري. خصناش نهائيا، ونقطه. وما توفيقنا الا بالله والنظام الجزائري ما يدير به. شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.